تصعيد جديد في لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن شن غارات في لبنان رداً على إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه داخل إسرائيل التي اتهمت فصائل فلسطينية بالوقوف خلفها. الغارات الإسرائيلية ركزت نيرانها على منطقة سور جنوب لبنان بحسب وكالة فرانس بريس، حيث تتمركز منظمة حماس. القصف الإسرائيلي حرك حكومة تصريف الأعمال ليوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن إثر القصف الإسرائيلي، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لسيادة لبنان. كما إن حماس أيضا نددت في بيان لها بالقصف الإسرائيلي على لبنان واستهدافه محيط مدينة سور. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بالرد بحزم على الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل، ووجه أصابع الاتهام نحو حماس ليؤكد أن ذلك القصف نيران فلسطينية. الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه هاجم أهدافاً تابعة لحماس في جنوب لبنان وكثف هجماته على قطاع غزة، كما إنه حمل لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيه. القصف الكثيف بين الطرفين لم يوقع قتلى، ما يعزز ما ذهب إليه الكثير من المحللين بأنها ليست أكثر من مسرحية مدبرة بين إيران وإسرائيل، ويدفع ثمنها المدنيون في غزة أو حتى في بعض مناطق لبنان. محللون آخرون أكدوا أن النيران إيرانية، لكن ميليشيات إيران اختبأت خلف حماس حليفتها ولم تجرؤ على الاعتراف بقصفها أهدافاً داخل إسرائيل. خوف إيران من الرد الإسرائيلي جعلها تتهرب من مسؤوليتها أمام القصف، حيث إن لبنان تسيطر عليه ميليشيا حزب الله وهي تعمل تحت إمرة إيران، وحماس تتبع بشكل أو بآخر لإيران، ما يعني أن إيران المسؤول الأول والأخير عن استهداف إسرائيل، وتجر لبنان المنهك بالأزمات نحو الهاوية.